تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائيه بين مصر واليابان في ضوء الروابط الوثيقه التي تجمع بين البلدين الصديقين. كما تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بشان تطورات الاوضاع الاقليميه وفي الاراضي الفلسطينيه، حيث حرص رئيس الوزراء الياباني على الاستماع الى رؤيه الرئيس السيسي بشان كيفيه تهدئه التصعيد في القطاع والضفه الغربيه والجهود الراميه لتثبيت الهدنه والبناء عليها نحو الوقف الدائم لإطلاق النار كما تطرق الاتصال إلى الجهود المصرية لتوفير المساعدات الإغاثية لأهل غزة وأعرب رئيس وزراء اليابان عن تقدير بلاده لدور مصر وجهودها على مختلف المحاور ذات الصلة بالأزمة الراهنة وبتعزيز الاستقرار في المنطقة كما شدد السيد الرئيس على أهمية تحرك الجاد للمجتمع الدولي نحو التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفقا لمرجعية الشرعية الدولية